ان ازاي واحد مصري يقدر يقف على مسرح اولمبيا في يوم من الايام. اتعلمت ايه من 2019؟ طيب انا في سؤال يعني، بس سؤال يعني لازم تبقى فاهم انه خبيث شويه، من المربع صفر اكيد بيوصلك لغايه مربع الاحتراف. انا عارف ان انت مش شخص يعني غني، مش ما عندكش ثراء فاحش. الليله دي عدت عليك ازاي؟ هل اسلام قرطان ديكتاتور؟